طور من تجربتك في تطبيق جوجل دوك. السلام عليكم، في هذا الفيديو نستعرض لكم بعض النصائح المهمة لتطبيق جوجل دو للمكالمات الصوتية والمرئية حتى نحسن من تجربتك للتطبيق أثناء العمل. ميزة المعاينة. هذه الميزة مفعلة بشكل افتراضي في التطبيق، ومهمتها أنها تعرض كاميرا المتصل قبل الرد عليه والعكس أيضا. في حال اتصلنا على شخص راح يتم عرض كاميرتنا عنده قبل ما يرد، وعشان نقفل هذه الميزة للحفاظ على الخصوصية بشكل أكبر، من خلال الضغط على النقاط في أعلى الشاشة الرئيسية نختار الإعدادات وننتقل إلى إعدادات المكالمة ونضغط الآن على ميزة المعاينة، ومن هذه الصفحة نقفل الخيار الموجود في الأسفل. حفظ سجل المكالمات. لو احتجنا أننا نحفظ سجل المكالمات في حال نبي نرسلها بالإيميل أو غيره، من خلال الضغط على النقاط بالأعلى نختار المساعدة والتعليقات، مرة ثانية نضغط على النقاط بالأعلى وبعدها تصدير سجل المكالمات، والآن نختار نرسلها إلى أي تطبيق نبيه، وراح تكون واضحة أمامنا كل المعلومات اللي نحتاجها مثل الأرقام وعدد المكالمات وغيرها. إرسال ملاحظات صوتية أو مرئية. جوجل دو يتميز بإمكان إرسال ملاحظات صوتية أو مرئية أو حتى صورة لجهات الاتصال. من خلال السحب للأسفل من الصفحة الرئيسية راح تطلع عندنا خيارات في الأسفل مثل فيديو أو صورة أو مقطع صوتي، مع التنويه أن الفيديو نقدر نسجل فيه إلى 30 ثانية فقط. جودة أفضل في المكالمات المرئية. بشكل افتراضي تطبيق جوجل دو يستخدم وضع توفير البيانات ويقلل من جودة المكالمة، ولإغلاق هذا الوضع ننتقل إلى الإعدادات وبعدها إلى إعدادات المكالمة، ونغلق خاصية وضع توفير البيانات. هذه كانت بعض النصائح والميزات لتجربة أفضل لتطبيق جوجل دو، نتمنى أنكم استفدتم منها. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.